خبراته وكيف وصل الى هذا المنصب. يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك. منو؟ واحد منتخب الدنمارك. يا سلام. ارتقاء لهذا اللاعب. الفوارق الفنيه وفوارق الخبرات حتى من ناحية التصويب، دقة التصويب للفريق الألماني كانت جدا دقيقة، والآن شاهدنا الفريق الأسترالي رد بهدف. ولا ولكن لم أشاهد مدافع الفريق، ولكن اللاعب حاولت التسديد.